أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. ربنا من رحمته علينا احتفظ لنفسه بعلم الغيب اللي هنشوفه لسه في حياتنا، من تعب وألم وفراق كله قدر ونصيب. حجب عننا كل المواعيد، البعد والفراق، وإمتى هيسيبنا كل غالي وحبيب. أصلنا لو عرفنا كانت حياتنا اتبدلت لخوف وقلق رهيب. أسرار كتير وأقدار ربنا كلها خير، إحنا بس ندعي وهو يستجيب. أملنا في ربنا دايما كبير، ومهما ضاقت وتعبنا الفرج بإذن الله قريب. ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة كبيرة جدا كل حاجة في حياتنا، ومن حكمة ربنا لينا هو إنه أخفى حاجات عننا زي موعد موتنا. أنتوا متخيلين لو كل واحد فينا عرف ميعاد موته كنا أكيد كلنا اتجننا. وبرضو إننا نعرف بعض الحاجات عن بعد زي الموت، لكن مش كلها واضحة بالنسبة لنا. شوفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون رحيم بينا. علم الغيب ورحمة ربنا في حاجات كتير جدا موجودة في حياتنا هيكون كلامنا ان شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. لما قعدت افكر في رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا لقيتها كتير قوي 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 قوي. يعني لو قعدنا نعد من هنا لحد اخر عمرنا هنلاقي في كل حاجه وفي كل خطوه في حياتنا، حتى في اختفاء بعض او في اخفاء بعض الحاجات عننا. خلينا بالحاجه الكبيره قوي وهي ميعاد الموت، احنا هنموت امتى، وهي رحمه كبيره جدا. لو كل واحد فينا عارف ميعاد موته بالتاريخ وبالساعه وبالدقيقه، يعني بالبلدي كده زي ما الناس بتقول كنا متنا قبل ميعادنا او كنا اتجننا. فرحمه كبيره جدا من ربنا. حكمه ربنا سبحانه وتعالى في اخفاء بعض الامور في حياتنا. بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وحده، ولذلك جعل الله عز وجل الإيمان بالغيب ركن أساس الإيمان. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. الله وحده هو الذي يعلم الغيب، الأنبياء لا يعلمون الغيب. قال الله عز وجل حكاية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان يعلم الغيب ما حدث ما حدث معه في غزوة أحد وفي غيرها. لكن قد يوحي الله إلى الأنبياء بأمور غيبية، زي الأمور اللي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وغير ذلك. ده اسمه وحي بالغيب وليس علما بالغيب. الجن لا يعلمون الغيب، والدليل على ذلك قصة وفاة سيدنا سليمان. فلما قضينا عليه الموت، هم تخيل حضرتك المشهد ده، سيدنا سليمان بهيبته وقامته وقيمته واقف يشرف على اللي شغالين من الجن والشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. هم شغالين وهو واقف يشرف عليهم وساند على العصاية. فربنا سبحانه وتعالى قبض روحه على هذا الوضع، على هذا الحال، وظل واقفا فترة ليست بالأيام لكن عدة ساعات. وما علم الجن
وهو قدامهم وماتوا هم موجودين قدامهم ما علموا أنه قد مات. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، سوس كده معين أكل من العصاية فوقع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. فتطلع لي عرفة وتقول أصلا يحصل في 2023 ده كلام ده دجل وشعوذة وخزعبلات، تطلع لي واحدة تقرا لي الفنجان وعين بص عليك ورجل هتديك ما علينا، هذا لا يجوز شرعا. حظك اليوم وبرجك اليوم وبختك اليوم وأنت ده كلام ما يجوز أصلا. فادعاء علم الغيب ده دجل وشعوذة، لا يعلم الغيب إلا الله ونعم بالله، خلص الكلام أصلا. طب الله عز وجل أخفى علينا أمور كثيرة جدا. الله عز وجل أخفى رضاه في طاعته، إيه أكتر طاعة ترضي ربنا؟ معرفش. طب تعالى نعدهم كده مع بعض الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أخفاها عننا. بصي حضرتك، ربنا خلق الكون ملك وملكوت، خلق الكون غيب وشهادة، فالملكوت لا نعلمه، الملك نراه، تمام؟ طيب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ورى سيدنا إبراهيم جزء من الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طيب وعندي غيب وشهادة، الشهادة ما أشهده أنا، ما أراه أمام عيني، الدنيا وما أراه والأنهار والبحار والثمار والسماء الحاجات الظاهرة دي اسمه شهادة. طب الغيب ما غاب عني من الموت والحساب والنشر ويوم القيامة. ولذلك أول ما الغيب يبقى شهادة اتقفل باب الإيمان، أول ما الغيب يظهر اتقفل باب التوبة. ولذلك هو الميت طول ما لسه قدامه الأمور مقبول الشهادة، مقبول أنه يعلن الشهادة، مقبول التوبة، الروح طلع من القدمين إلى الركبتين، أعلن يا ابني التوبة وارجع إلى الله عز وجل يجوز. أول ما وصلت بقى الروح إلى الحلقوم ربنا بيجي رافع عنه الحجاب، يشوف كل الحاجات اللي احنا ما نقدرش نشوفها. الله، يرى بقى البرزخ ويرى الملائكة ومكانه بالضبط ويرى مكانته. وعندها شكرا وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لما اتكشف الغطاء وصار الغيب مشاهدا خلصت، ده اسمه غلق التوبة الخاص. في غلق عام عندما تظهر الشمس من مغربها تطلع من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعندما يصير الغيب مشاهدة خلص الموضوع، الامتحان انتهى، الإجابة تسربت. ما هو أساس الإيمان إيمان بالغيب. هو أنا شفت ربنا؟ لا، لكني أرى آثاره. هو أنا شفت سيدنا النبي؟ لا، لكني أرى أخلاقه. هو أنا شفت الكتب السماوية؟ لا، لكني رأيت القرآن الكريم. علامات على أمور الغيب. ولذلك الغيب هو أساس الإيمان، هو محك الإيمان، هو قمة العقيدة، الإيمان بالغيب واليقين إنه لا يعلم الغيب إلا الله. يجي لك عراف، يجي لك دجال، يجي لك خزعبلات، يجي لك اللي يجي لك، لا أقول له لا يعلم. حتى لو صادف بعض الامور اللي ممكن تكون بتتقال عشان الناس يقولك شفت ما هو فلان قال لي كذا اهو اتحقق اهو حصل. الله ينور عليك، سؤال رائع. حتى لو ايه يا فندم؟ لو صادف. سيدنا النبي قال كده، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدفوا. ادي واحدة. والحديث الثاني ايه؟ ولو صدقوا. الله ينور على سعادتك. قول الحديثين، كذب المنجمون ولو صدفوا. يعني ايه بقى صدفه يا فندم؟ صدفت كده، ما جت كده يعني. أيوة بالصدفه. ايوه جت كده. الله ينور عليك. ده ان شاء الله انت باذن الله، مش انت دايخه على الحمل بقالك 10 سنين، السنه دي هتحملي. صادفت قدرا. تقول ده ما حصلش، ده ما فيش زي. لا تروح بقى كل شويه تقول له ايه اللي هيحصل لي كمان شويه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذب المنجمون ولو صدقوا، حتى ولو كانوا صادقين. لا طبعا. طب والصدق هنا مقصود بايه؟ يعني الصدفه احنا قلناها وفسرناها ان هي صدفت الموقفين مع بعض، لكن الصدق هنا ما هي لو صادف هيبقى صادق ولا كاذب؟ ما هو لو صادف يعني نفس المعنى. نفس المعنى، فهماني يا حضرتك؟ فلا يجوز عشان ما يتقالش الصدق هنا
ان هو فعلا شاف حاجات فكان صادق فيها في لا الآية. لا لا خالص، ده دجل وشعوذة وخزعبلات، لا يعلم الغيب إلا الله، حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب، إنما يوحى إليهم بالغيب خالص. طب أنا ببقى قاعد في مكان وحد بيقول لي ده بيحصل في شركتك كذا كذا كذا، ما هو ده مش غيب أصلا، هو غاب عنك لكنه بالفعل شهادة، هو اسمه ده اسمه غيب نسبي. فماني حضرتك الغيب نسبي، يعني حضرتك احنا قاعدين في الاستوديو فحسيت بشيء معين بيحصل في بيتي مثلا، او حد قال لي، يعني تخيل حضرتك احنا قاعدين في الاستوديو، هل الانسان فينا دلوقتي يعلم ما الذي يحدث في الطرقات؟ لا، لكنه حاصل ولا مش حاصل، هذا ليس غيب. احنا بنتكلم عن الغيب المطلق، ده اسمه غيب نسبي، هو بالنسبة لي غيب لكن بالنسبة لغيري ليس غيبا. فمحدش يضحك عليك ويقول لك انا اعلم الغيب، لا يعلم الغيب الا الله، وده يقين ايمانك، وده ركن ايمانك، وده اساس عقيدتك، الايمان انه لا يعلم الغيب الا الله. مفاتيح الغيب كلها بايد ربنا، الغيب كله بايد ربنا، لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. حد يضحك عليك، حد ينصب عليك، حد يقول لك خزعبلات، اصلا هبص في هقرا الكف، هقرا الفنجان، هفتح الكوتشين، هبين زين ابين واضرب الودع، الكلام ده ما يلزمناش. ده في بعض الناس اللي بيقولوا للناس تانيين مثلا، ده انت قدامك سنتين وهتموت، قدامك سنه وهتموت، فيفضل عايش السنه دي منتظر لحظه ما احنا هنموت على فكره كلنا، بس هو من رحمه ربنا بينا ان احنا ما نعلمش امتى. ده دجال ونصاب تماما وبيضحك عليه، ايه اللي من ادراه بذلك؟ ده مستحيل، محدش يعلم بذلك الا الله وحده، فده دجل وشعوذه لابد ان نقف عنده. تمام، ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد مدام شيماء. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك مدام منال؟ الحمد لله بخير، انا بحب حضرتك جدا. ربنا يبارك لك يا رب، نورتينا والله العظيم، بحب حضرتك قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي. يعني انا النهارده قبل العصر ما جاني اذن قبل البرنامج دعيت وقلت يا رب بحق جاني النبي ان انا اكلم الشيخ رمضان مدام لناء. يا حبيبه قلبي نورتينا، يعني مش قادره اقول لك الشيخ رمضان ده مؤثر فيا تاثير يعني مش عارفة أوصف لك صراحة. هو مأثر فينا كلنا. والله ربنا يبارك له. أنا بس عايزة أعرف يعني والدة حضرتك دلوقتي كانت بتربي إزاي عشان أربي أولادي زيه ما هو متربي وحضرتك كده. يا رب يسترك. يعني والله العظيم بجد أنا بحبك حب يا شيخ رمضان. ربنا يبارك خاطرك يعني وخاطر ولادك. والله داعيت لسه داعية حالا دلوقتي. الحمد لله، ربنا يرضيكي. يكبر خاطرك وخاطر ولادك وجوزك يا رب. الله يخليك يا شيخ رمضان يا رب. الله يخليك ويبارك لك. امين. اللي انت بتعمله بجد، احنا مش عارفه اقول لك، العيله كلها عندي اخواتي كلهم يا شيخ رمضان يا شيخ رمضان، يعني انا لسه حالا قايله لاخواتي اتفرجوا الشيخ رمضان هيجي دلوقتي. سلمي يعني عليهم كلهم، ربنا يرضيكم جميعا. الله يخليك، الله يخليك يا شيخ رمضان. دلوقتي يا شيخ رمضان الحلقه دي حاسه ان هي معموله عشاني. انا من اسبوع يا شيخ رمضان او اسبوعين بالظبط اتظلمت ان انا بعمل اعمال لجوزي عشان يبقى كويس معايا. يعني جوزي حضرتك انا مش قادره اقول لك يعني هو كويس قد ايه ومحترم قد ايه. الحمد لله. واحنا مرينا بظروف صعبه. انا بنتي يعني عندها الكانسر كنت بعالجها ب 57 والحمد لله دلوقتي يعني ربنا شفاها. يعني والحمد لله يا رب، يعني مرينا بحاجات كتير قوي في حياتنا كده مشاكل، وجوزي يعني مش عارفه اقول ايه، يعني يعني كويس قوي، يعني سامحني عملت حاجات يعني وكده بس هو سامحني. انا مش سامعه كويس. اما تعالوا لنا الصوت شويه. سامعاني كده حضرتك؟ اه كده سامعاكي، اتفضلي. طيب دلوقتي يا شيخ رمضان، انا اخوات جوزي قالوا لجوزي ان انا اختي عامله له عمل من 4 شهور، يعني الكلام ده من 4 شهور، وانا يعني انا اللي عامله العمل ده في البيت ان هو عشان هو يبقى كويس معايا ومع اهلي. يعني انا مش عارفه، يعني انا اصلا عمري في حياتي ما اذيتهم في حاجه ولا عملت لهم اي حاجه. وجوزك كان رد فعله ايه؟ جوزي كان رد فعله صدقهم. صدقهم؟ طب وايه اللي خلاه صدقهم؟ صدقهم حضرتك
انا حضرتك كانت في مشكله ما بين يعني انا وجوزي، كانت في مشكله اساسيه في البيت عندي. بينكم انتوا الاثنين، بينك بين انت انا وجوزك وجوزي، ولا اهل جوزك ليهم دخل؟ لا انا وجوزي وسيلفي يعني في البيت وكده. فالمشكله دي حضرتك مؤثره في حياتي. تمام. المهم يعني هو كان كله كلام، يعني احنا انا وسيلفي كنا كويسين مع بعض مش عارف ايه. يعني هي المشكله بدات يعني ايه، ان جوزي عارف ان احنا يعني ان احنا يعني ان احنا يعني كويسين مع بعضنا. مش عايزه اتكلم في حاجه يعني في الحوار ده بالذات. المهم يعني ان هو يعني هو كان كويس جدا. الحوار ده يعني ليه علاقة بسؤالك؟ لا ملوش علاقه بسؤالي ده، ده حاجه بره الموضوع. بس هو جوزي بعدها بيوم او يومين بيقول لي انا صليت ولقيت، قلت انت ما يعني عمرك ما غلطتي فيا في حاجه، او عمرك ما عملتي، انا ما عملتش فعلا في اي حاجه وحشه، عمري اذيته حضرتك. هو لقيت اخواته يعني قايلين له ده هي عامله لك عمل، والعمل ده مرشوش لك في البيت ومرشوش لاخوك، اخوه اللي معايا في نفس البيت ان انا عامله له عمل هو كمان. ايوه، هما ليه انا قالوا عليكي حضرتك كده؟ قالوا عليا كده، بيقولوا شافوا اختي، اختي حضرتك بنتها بيجي لها 20 عريس. تمام. فالاشياء بنتها مش راضيه خالص، مش واقفه باي حد. تمام. بنت اختك؟ اه بنت اختي مش واقفه باي حد. فاختي بتمشي ورا، شفت حضرتك هو داخل، بس هو بيقول لك ان راجل قبل القران، والراجل دوت يعني يعني بيعمل بالقران ان هي يعني ايه بنتها توافق على اي حد يجي لها. طبعا كله كلام احنا، انا مش معاه خالص يعني. عارفه طبعا الصلاه، وعشان الشيخ ممدوح بيتكلم ازاي الصلاه والتحصين وده نصيب يعني. بس هي اول ما شافوا اختي في البلد دي، في بلد اخته، فقالوا عليها ان هي ده بتعمل عمل ليا انا، عشان ادي اسئل جوزي ان جوزي يبقى كويس معايا ومع اهله كده. طب ده انا انت خليه خاتم سؤالك في ايه اسبوعي. طيب؟ طب انت سؤالك ايه؟ انا دلوقتي سؤالي حضرتك ان انا عانيت بظلم، انا لحضرتك لحد دلوقتي وانا مش مسامحاهم خالص. انا حضرتك بتحزن عليهم في كل صلاه. هم اثنين، هي في واحده فيهم كويسه ما لهاش، هم ثلاثه يعني، بس في واحده فيهم كويسه. ده اول سؤال، انا مش قادره اسامح خالص. دي اول حاجه. وعايزه برضه الشيخ رمضان يوضح في حته الاعمال، ان هو واحد يقول له ده عامله عمل، ده عامله مش عارف ايه، الكلام ده كله ما بينفعش. طيب سؤالك التاني ايه؟ كمان حضرتك، انا والدي حضرتك متبني بنت، يعني البنت ديت مش عارفه، البنت ديت حضرتك مامتها داخله بيها، فاهمه يعني، بابايا اتستر عليها. مين اللي متبني بنت؟ يعني بابايا مستر يعني على واحده، باباكي يعني هو انتي؟ الجوز. ايوه باباي تمام، اللي هي الست دي يعني كانت حامل، فبابايا يعني قال ايه هعمل خير عشان ايه البنت يعني يبقى لها اب وكده، فكتب البنت باسمه. تمام. فدلوقتي البيت بتاعنا باسم مين؟ باسم والدتي. يعني انا البنت والدتي عندها قد ايه؟ البنت عندها حوالي 13 سنه. وعارفه ان هو مش والدها ولا؟ ايوه عارفه كل حاجه. تمام. هي عارفه كل حاجه، عايشه اصلا مع مع جدتها وكده يعني. بس هو انا ابويا كاتبها باسمه. دلوقتي امي حضرتك هي اللي بانيه البيت، وهي اللي عامله كل حاجه فيه يعني، هي اللي كانت بتشتغل بصراحه عليه يعني كده. تمام. فدلوقتي حضرتك يعني هي والدتي عايزه تكتب البيت باسمنا احنا. احنا اربع بنات وولد، عايزه تكتبه لنا. بنقول لها حرام ما تكتبيش حاجه يعني، ربنا يخليها ويبارك لنا في عمرها يعني، امي ست كويسه جدا يعني، بس احنا بنقول لها حرام يعني ما تكتبيش حاجه، سيبي كل حاجه كده. بتقول لا، ما انا لو مت هو هياخد الورث منه هو على طول، كل شويه يديها فلوس للبنت، كل شويه مش يعني مشاكل على طول بسبب البنت دي. طيب حاضر. طب هينا يا شيماء، في شوية عك حاصل؟ مظبوط. نعم، نقسم بقى اتصالها. بس طبعا قبل ما نرد على اتصالها، يعني عايز اقول لحضرتك باسم البرنامج كله والقناة، البقاء لله وحده في خال حضرتك، واسأل الله عز وجل لي والموتانا وموتى المسلمين اجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافيهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم من كان منهم محسنا فزد في احسانه، ومن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم جازهم بالاحسان احسانا، وجازهم بالسوء عفوا وغفرانا، اللهم انس وحشتهم، اللهم ارحم غربتهم،
اللهم لقنهم حجتهم، اللهم نور قبورهم، يمن كتابهم، يسر حسابهم، ثق حسنات ميزانهم، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اجعل مأواهم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد باسم القناة كلها. بنقول لحضرتك البقاء لله وحده في وفاة خال حضرتك، ربنا يجعله من أهل الجنة ويربط على قلبك وقلب زوجته يا رب، وقلب أولاده وقلب أحبابه، اللهم آمين آمين آمين. يعني هو من البداية أصلا ينبغي أن احنا نخلي بالنا من النقاط اللي ممكن تجيب كلام. يعني أختها ليه بتعمل كده؟ اللي بتعمله أختها غلط، مفيش حاجة اسمها تروح لأحد عشان يخلي بنتها توافق لما يجي لها عريس. الكلام ده كله يا جماعة ما أنزل الله به من سلطان، هذا حرام لا يجوز شرعا. طب اللي راحت له ده هيعمل ايه؟ مفيش حاجة اسمها بالقرآن هيخليها توافق، يعني ايه الكلام ده؟ أصلا ما أنزل الله به من سلطان ومدخل من مداخل الشيطان، هذا لا يجوز شرعا. نكمل؟ اتفضل. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، هي بتقول ان هم قالوا عليها هذا الكلام، هو يعني الكلام اللي اتقال له سبب. موضوع اختك، اعلني ان انت مش موافقة على اللي بتعمله اختك، وانه ده لا يجوز شرعا، وان انت مؤمنة بالله وحده، مؤمنة بقدر الله تبارك وتعالى، واللي بتعمله اختك ده غلط وانت مش موافقة عليه. اعلني ده للكل، واعلني ده لاختك، واعلني ده لزوجك وللمحيطين بزوجك. طب ان هي بتدعي عليهم. طيب النقطة اللي بعد كده، ما يجوز ان هي تدعي عليهم. هي زعلانة منهم ومش قادرة تسامحهم، هي حرة لكن مش هتاخد اجر العفو والتسامح. طيب لما هي زعلانة منهم هل يجوز ان تخاصمهم؟ لا، لا يجوز الخصام. ممكن نعتزل من غير خصام، نعتزل من غير شحناء ولا بغضاء، ولا ندعي على بعض وننتظر شوية لما الأمور تهدأ، ثم بعد ذلك نوضح المواقف، لأنه احنا كلنا أهل بعضينا. صحيح. هي زعلانة مع أخو زوجها وزعلانة مع أهل جوزها، لا طبعا احنا وعايشين في بيت واحد، هذا لا يجوز شرعا. ننتظر لما الأمور تهدأ ثم نوضح الأمور ونتواصل على خير إن شاء الله. طيب السؤال الثاني في شقين. أولا إن الأب كتب البنت باسمه، التاني فكرة الميراث بقى، وان امها عايزة تكتب البيت ليهم. اول شيء الاثنين غلط. يعني ان هو يروح يتبنى بنت ويكتبها باسمه، هذا لا يجوز شرعا. الدليل على ذلك قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين. فلا يجوز ان واحد يروح يجيب بنت او طفل صغير لسه مولود من مكان ويسميه باسمه، هذا لا يجوز شرع. هو الموضوع ما كانش كده، هو الموضوع انه كان يعني بيتستر على واحدة، يتستر لكن ما يسميش باسمه هو، يكفلها لكن ما يسموهش باسمه هو، هذا لا يجوز شرعا. لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعي الى غير ابيه وهو يعلم فحرام عليه رائحة الجنة، هذا لا يجوز شرعا. يبقى لا للتبني والكتابة الجنين باسم ليس أبيه، ونعم للتكافل. ممكن يديله اسم العائلة، يسميه أي اسم ويجي في الآخر خالص باسم العيلة عشان يبقى في نوع من التوازن النفس، لكن أنه يسمي المولود باسمه وهو ليس ابنه، هذا لا يجوز شرعا. إنما يكفله، ده يبقى مع سيدنا النبي في الجنة عليها أفضل. الكفالة والرعاية والتعليم وعلى رأسنا من فوق، ده يبقى رفيق سيدنا النبي محمد في الجنة، إنما يسميه باسمه هذا لا يجوز شرعا. تمام. طيب إن أمها بقى عايزة تكتب البيت عشان خاطر هو ما وده هيؤدي إلى حرمان الزوج في حالة إذا ماتت الزوجة، ربنا يطيل عمر، ما حدش عارف مين هيموت قبل مين. طبعا. لكن على افتراض هذا لا يجوز شرعا، لأنها تؤدي إلى حرمان زوجها من الميراث وهذا لا يجوز. طب البنت دي ترث؟ لا لا ترث، لكن يجوز إن احنا نجعل لها وصية أو هبة فيما لا يزيد عن الثلث. تمام. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، رحمه الله، قال انه ربنا سبحانه وتعالى طلع بعض الانبياء على الغيب. ده كلام مظبوط فعلا. وشيخ يعني كويس ان حضرتك فتحت هذا المجال. مولانا وشيخنا سيدنا العارف بالله الامام محمد متولي الشعراوي رحمه الله، المتوفى سنة 1998، يعني مات من 25 سنة. الضجة اللي دايرة حواليه دي فعلا هو قال هذا الكلام. قال انه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وحده،
ولكن من علم الله للغيب قد يطلع بعض الأنبياء على الغيب، يوحي لهم بالغيب، والنص في القرآن الكريم إلا من ارتضى من رسول. فربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ده نص القرآن الكريم يوافق كلام مولانا الإمام محمد متولي الشعراوي. وبالمناسبة تخيل حضرتك هتولي حد من أصحاب الفكر المتطرف أو المتشدد أو من داعش يقول أنا اللي أثر فيا فكر الشيخ الشعراوي. فكر الشيخ الشعراوي فكر معتدل، صحيح، فكر وسطي، صحيح، فكر أزهري، فكر عظيم، فكر قائم على الدليل، فكر يجمع لا يفرق، فكر يبني لا يخرب، فكر يعمر ما يدمرش، يعمر لا يدمر. يا ريت نعرف ده. تخيل حضرتك عالم كبير راهن حياته كلها كلها لخدمة كتاب الله رب العالمين، يبقى هو ده جزاته. اللي بينقضوا الإمام أيا كان هم مين، هم على راسي من فوق أنا لا أعيب أحدا، لكن ماذا فعلتم أنتم؟ ما الذي قدمتموه أنتم؟ ولما بتيجي تتكلم عن الشيخ وعن الإمام محمد متولي الشعراوي هات له جملة غلطت، ده يمكن ما فتحش كتاب ليه، ده كارثة. صح، ده كلام عام أصل مش عارف إيه. طب قول لي يا ابني، قول لي غلطة واحدة، قول لي خطأ واحد بس، وهات لي آية أخطأ فيها الإمام، لا تجد. ده كلام عام كده، كلام عام لا تجد البلبلة بس وخلاص بس وخلاص. لكن سبحان الله هم يريدون ذلك والله يريد غير ذلك. يزداد الإمام علما ويزداد الإمام محبة في قلوب الناس ويزداد الإمام وصولا إلى الناس. صحيح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح، ونعم بالله. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، الحياة كلها كده على بعضها، ناس بتورث ناس بتورث ناس بتورث ناس لحد نهاية الحياة، ما بيفضلش غير العمل الطيب، السيرة الكويسة. يعني يروح البني آدم وهو لسه قبل ما يدفن تلاقي الناس بتتكلم، ده كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان بيعمل كذا وكان بيقف جنب كذا وكان بيسند كذا وما تأخرش على فلان ودايما كان في ظهر فلان. السيرة الطيبة اللي احنا بنقول عليها، الأثر الطيب في الحياة أجره ونصيبه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا في القرآن الكريم لما تكلم عن ذلك قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، باقي دنيا وآخرة. ما عند الله يعني ما أقدمه لله عز وجل، وده سماه ربنا الباقيات الصالحات. قال الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالباقيات الصالحات ما يبقى للإنسان من عمله، لأنه الإنسان فينا يقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. فالصدقة والعمل الصالح هو اللي بيبقى للإنسان في حياته في الدنيا وفي الآخرة عند لقاء الله عز وجل. في الدنيا يجد أثرها بركة في الصحة، بركة في الأولاد، بركة في المال، نموا في الخير كله، وصيانة وحفظا له ولأولاده ولماله. ربنا يدفع عنه وعن أولاده ميتة السوء، ربنا يصون عرضه بسبب الصدقات، ربنا يصون ماله من النصابين ومن الدجالين ومن المستريحين، ويصون زرعه من الآفات. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فحضرتك بتقولي انه هو ده اللي باقي، فعلا هو ده اللي باقي، وما تصدقت فابقيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اهديت اليه شاة، حد بعت له شاهدية مدبوحة ومتقطعة وجاهزة، فاعطاها للسيدة عائشة وخرج. السيدة عائشة عارفة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الزراع، فكل ما يجي حد السيدة عائشة ترضيه وتديله وتتصدق تتصدق تتصدق تتصدق، تمام، لم تبق منها إلا الزراع بس لسيدنا النبي، يعني تقريبا هي ما خلتش حاجة لنفسها يعني. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل السيدة عائشة أين الشاة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها
إلا الكتف. يعني إيه؟ تصدقت بها كلها. قال لها بل بقيت كلها. إلا الإيه؟ الله ينورك. ما ذهبتش بقى، لا ده اللي أنت اديتيه ده للفقراء والمساكين كصدقة هو ده اللي باقي. ما تقوليش ذهبت كلها، قولي بقيت كلها إلا الكتف. فاللي أنا بطلعه لله عز وجل كصدقات وكأعمال خير وكجبر خاطر ما بيروحش، دي حصالة أنت بتحوش فيها بالظبط. الله يبارك في عمرك. واوعى تتخيل إنه أجر الصدقة ومردود الصدقة وثواب الصدقة بس يوم القيامة، لا ده في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا سعادة وجبر خاطر ودفع للمكروه عنك وعن ولادك ورفع للدرجات وتكفير ذنوب وسيئات، ثم يوم القيامة دخول إلى الجنات. صحيح. ونروح مع بعض نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أكيد مزرعة البر والتقوى من المبادرات العظيمة اللي قامت بيها الجمعية من فترة طويلة جدا، وكانت نتيجتها على أرض الواقع اللي احنا شايفينه دلوقتي بمساهمة كل الناس اللي عايزة تعمل أعمال خير. والله يا فندم يعني هو والتقرير بيتعرض يعني خطر ببالي ثمار عطائكم. يعني دي يا جماعة ثمرة صدقتكم انتوا، دي ثمرة زكواتكم انتوا. احنا كده الجمعية كلها يعني سعات بريد، ده حصاد عطائكم. صحيح. افرحوا انتوا، ده شغلكم انتوا، قابلوا به ربنا سبحانه وتعالى. الثمار هي ظاهرة، يعني الحمد لله فيه زراعة، فيه متابعة، فيه تنظيف، فيه تطوير، فيه تجديد، فيه ثمار على أرض الواقع، فيه ثمار للكل، جبر خاطر وتيسير أمور وقضاء مصالح وتزويج وبناء بيوت وبناء مساجد وبناء مستشفيات وقوافل عظيمة جدا جدا تجوب أنحاء الجمهورية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية، شيء عظيم وعمل عظيم جدا جدا متكامل. مؤسسة ضخمة، مش مجرد جمعية لصدقات، لا ده مؤسسة تستثمر الصدقات، بتستثمر مع ربنا جل وعلا، بتستثمر معاكم وهمزة وصل من أجل رضا ربنا سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فكأن النفقة سبب في رضا ربنا. النفقة سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى لو غضبان عليك بسبب عمل من الأعمال يرضى عنك، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة. يعني عامل معصية، المعصية دي كبيرة جدا ومولعة نار، تصدق بصدقة ربنا يطفئ هذه الخطيئة ونارها ويسمحك بسبب الصدقة. والصدقة تطفئ غضب الرب، يعني ربنا غضبان على حد لأنه عمل ذنب من الذنوب، فتاب ده مع التوبة. أيوة الله يبارك في عمرك. تاب ثم بعد التوبة تصدق، تصدق لله عز وجل بصدقات. الصدقات دي سبب عظيم جدا جدا في أنها تطفي غضب ربنا عنك. الصدقة سبب في انها تدفع عنك وعن ولادك وعن احبابك ميتة السوء. الصدقة تدفع ميتة السوء. الصدقة تصون اعراضنا، ربنا يصون عرض الناس جميعا ويسترنا جميعا. يعني من اسباب الستر يا جماعة الصدقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا، يعني ادفعوا، حصونوا، حصنوا أعراضكم بأموالكم. يعني تخيل حضرتك يطلع صدقة بنية إن ربنا يصون عرض ولاده، ذكور وإناث، يصون عرض بناته، يصون عرض أحبابه. صدقة بالنية دي، بالنية طبعا، صدقة بنية إن ربنا يهدي الأولاد. تخيل حضرتك من ضمن يعني حد مثلا من الأولاد ما بيصليش، حد من الأولاد ما بيسمعش الكلام، باخد بالأسباب وأكلمه وأدعيله تمام، واتصدق بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه. حد عنده مريض، سواء كان مريض مرض عضوي بعد الذهاب الى الطبيب، الصدقه تعتبر نوع من انواع الدواء. طبعا يا فندم، بس مع الاخذ بالاسباب طبعا، عشان حد يكون فاهم. يعني ما تصدقش وانت ما بتعالجش. ايوه، يبقى يعالج والله الشافي. يبقى الطبيب هو المعالج، انما الشافي من؟ الله رب العالمين. ناخد بالأسباب ونروح للطبيب ونجيب العلاج ونعمل كل اللي علينا، وناخد العلاج في أوقاته المحددة تماما. ومع كل ده أعمل إيه؟ ألجأ إلى الله عز وجل قبل وأثناء وبعد، وأتصدق بالصدقات لأنها سبب من أسباب
الشفاء وسبب من اسباب دفع المرض عن الناس. فده عظيم جدا. الصدقات دي من اعظم ابواب الخير اللي ربنا فتحها لنا. ده ربنا امرنا بها رحمه بينا احنا. صحيح. واحسان بينا احنا. صحيح. ولان انا لما اتصدق هترجع لي الصدقه 700 ضعف. وانا لما بتصدق يعلمه الله وما تنفقوا من شيء فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من شيء يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. رجع لك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ثلاثة أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال. والرواية الثانية ما نقص مال من صدقة. يعني عمر الصدقة اللي بتطلعها، عمر الزكاة اللي بتطلعها، ما هتنقص شيء من مالك. أمال هتعمل إيه؟ بالعكس هتزوده. هتزوده وتبارك فيه وتنميه ويستقر عندك لا يذهب أبدا. وربنا يبارك فيه. اللهم آمين يا رب. طيب من المبادرات الثانية اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى، يمكن مبادراتها كتير جدا ومختلفة، وده برضو من رحمة ربنا لينا، هو تعدد أنواع الصدقات. نعم. أمان ودفع. نعم. والأسر كتير جدا اللي بتبقى محتاجة الأمان. الأمان بقى في المعيشة، الأمان في الأكل والشرب، الأمان في البيت، الأمان في السقف، في الأربع حيطان، في الباب اللي بيتقفل عليهم، الأمان في كل شيء. والدفع دفع النفس ودفع الروح ودفع الجسد وكل أنواع الأمان والدفع اللي ممكن البني آدم يكون محتاجهم في الحياة. المبادرات الجميلة قوي وتعددها واستمرارها وكثرتها اللي بتعلنها الجمعية، كأنها بتعلن كده الجملة الجميلة اللي بيقولها دايما الدكتور عماد لأسيادنا الفقراء. احنا معاك، احنا ظهرك، احنا سندك، احنا شعرنا برا بيك وتقوى بالله عز وجل. فده شعر عظيم جدا. مبادرات رائعة. احنا ظهرك، احنا معاك، احنا امان ليك وانت امان لينا. ايوه. احنا دافى ليك وانت دافى لينا. الامان المادي والمعنوي. المادي بقى بالفلوس، بالاطعام، بالتزويج الايتام، بتاهيل البيوت، ببناء البيوت، بتسقيف البيوت. والدفى بقى بالملابس، بالثياب، بالطعام، بالشراب. دفى المشاعر بالكلمه الطيبه. فمعاك. اقول لحضرتك قصه حلوه قوي. اتفضل. حد من الصحابه مرض وجاءته سكرات الموت ومات، والصحابة غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. وكان هذا في وقت القيلولة، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نائم. فلما استيقظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فقالوا له يا رسول الله مات ودفناه. فكأنهم يعني ما حبوش يلقوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي يقول لهم هل قال شيئا؟ فالصحابة قالوا له في سكرات الموت قال ثلاث كلمات لكن مش عارفين معناهم. الثلاث كلمات فيهم أمان ودفى. قال لهم ماذا قال؟ قال وهو في سكرات الموت جعل يقول ليتها كانت كثيرة، ليتها كانت الجديدة، ليته كان كاملا. لكن احنا مش عارفين معناها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفسر بوحي من الله عز وجل. قال ليتها كانت كثيرة. هذا الرجل كان ذاهب للصلاة وفي الطريق وجد رجلا أعمى لا يجد من يأخذ بيده إلى المسجد، فأخذ بيده ومشى معه خطوات حتى دخل المسجد. وفي سكرات الموت رأى ثواب هذه الخطوات فقال ليتها كانت كثيرة، لأن ربنا بيدي لك أجر على كل خطوة وعلى كل نفس. يا رب. طيب ليتها كانت الجديدة. هذا الرجل كان رايح يصلي الفجر في ليلة باردة وهو يلبس حلتين، واحدة جديدة والتانية قديمة، ادي الستر والدفى والامان والدفى. وفي الطريق وجد رجلا كاد البرد ان يقتله، بردان جدا، فجآلع القديمة والدهال. وفي سكرات الموت رأى ثواب هذا العمل فقال ليتها كانت الجديدة. ليته كان كاملا. راجع من الشغل جعان جدا بيقول لزوجته عندك طعام؟ قالت له رغيف شعير فقدمته له. لقي واحد بيخبط على الباب جائع فأطعموني، فجآسم الرغيف نصين. يعني في سكرات الموت رأى ثواب هذا العمل فقال ليته كان كاملا. وهو ده أجر وثواب. نعم. العمل الصالح. نورتني يا فضيلة الشيخ. نورك. بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم.